معاكم على منصة موقع عرفني كوم. فضاء النهاردة استعرض تطبيق الفيسبوك في نسخته البيتا النسخة الجديدة. لو دخلنا مثلا على الفيسبوك دلوقتي هنجي نشوف التحديث اللي نزل جديد في ايه، هنلاقي ان التصميم كله بقى فلات. لو جينا شفنا مثلا الاستاتيو والفوتو هنلاقيه بقى تحت، هنلاقي مثلا زي ما واضح كده، هنلاقي برضو كان في الاول كان في بار على الشمال كان يقفل في كل الاوبشن او كل سيتنج اتنقل على اليمين زي ما واضح اللي هو دوت، ده اللي كان موجود على الشمال اتنقل لوحده. لو جينا شفنا برضو ده الهوم العادي. لو دخلنا مثلا على الفريند ريكوست، لو دخلنا مثلا على الرسايل زي ما واضح كده النوتيفيكيشن، طبعا ده الاوبشن زي ما وضحت. لو دخلت مثلا على اي صفحة مثلا، لو دخلت على عرفني.com هنلاقي برضو التصميم بتاعها متغير على الموبايل. طبعا ده بيفرق عن التصميم العادي او بيفرق عن نسخة الفيسبوك العادية. طبعا نقدر نرجع لو حاولت مثلا اكتب عملت ستاتيو مثلا، طبعا تقدر تكتبها. لو عملت مثلا ادت فوتو، لو جينا شفنا هنلاقي برضك الكاميرا رول اتغيرت هنا. لو رجعت طبعا النسخة اللي شغال عليها دلوقتي دي النسخة اللي موجودة دلوقتي. طبعا التطبيق لسه في نسخة البيتا لسه ما وصلش، هيوصل اكيد قريب بعد ما يعالجوا كل الاخطاء ويتاكدوا ان هو شغال تمام. تمام، مفيش حاجة تانية. في برضو في ال في الما في الرسايل لو جينا دخلنا عليها، شفنا في الجروب هنا هتلاقي في حاجة اسمها كريت نيو جروب. دي ممكن تحط فيها مثلا ناس انت مهتم انت تكلمهم على طول، ممكن تكون مثلا العائلة. طبعا لو حد حابب ان هو يوصله التحديثات الجديدة بتاعة الفيسبوك اول بأول، طبعا الموضوع الجاي هنتكلم فيه عن النقطة ديت. كان معاكم علي نصار، موقع عرفني.com. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي. وتقدر تشترك بالنشر بيديال الموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.